في أغنية ما نبوش ناخذ مكالمات نبي ندرس على وليد. وليد انت كنت تكتب شو كنت تكتب وشفت حاجه خفيفه ظريفه على العيد الثالث يعني لقناه كتبتها انت تو شويه كيف نكتب فيها انت قصت علي فتحب نكتب بنقول اللي كتبت انا بنقول اللي كتبت بس باي سمعنا يا وليد سمعنا يلا هيك يلا اه بنسمع اسمع بالنغم عليك فرحانين ونقول إن شاء الله ملتمين بما ملتمين بالعام التالت فرحانين والله فرحانين ونقول إن شاء الله ملتمين بما ملتمين كل عام وانتم طيبين كل عام وانتم طيبين كل عام وانتم طيبين كل عام وانتم طيبين وديما فرحانين على أحلام التمين نعم نعم هذا الكلام هذا ما تقوليش الكلام هذا طول كتبته توا ولا تقولي عاوده ما نعرف كيف جبت لبيرو يعني وجاي كتبه وسبحان الله